قالت مصادر أمنية تركية إن التقييم الأولي للشرطة يشير إلى أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، وتم نقل جثمانه إلى خارجها وفق ما نقلته وكالة أنباء رويترز. بينما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر رسمي تركي قوله إن الشرطة تعتقد أن خاشقجي قتل في القنصلية بأيدي فريق أتى خصيصا إلى إسطنبول وغادر في اليوم نفسه. وقالت الشرطة التركية في وقت سابق إن فريقا من 15 شخصا بينهم مسؤولون وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين وغادر في اليوم نفسه. جمال خاشقجي مات مقتولا، هذا ما لخصت إليه تحريات الأمن التركي. وكالة رويترز نقلت عن مصدرين في الاستخبارات التركية بأن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية المملكة في إسطنبول، وأضافا أن القتل كان متعمدا وأن جثمان خاشقجي نقل بعد ذلك إلى خارج القنصلية في الوقت الذي أكد فيه حساب معتقلي الرأي العثور على جثة الصحفي السعودي مرماة في أحد شوارع إسطنبول. خاشقجي الذي عرف عنه انتقاده لسياسات المملكة في عهد ولي عهدها محمد بن سلمان كان قد اختفى قبل 4 أيام بعد دخوله القنصلية السعودية للقيام ببعض الإجراءات، ليختفي الإعلامي المعارض بعدها دون ما خبر عن كيف وأين اختفى. السفير السعودي في أنقرة استضاف وسائل إعلام عالمية لزيارة القنصلية، حيث جال معهم في المبنى المكون من 6 طوابق غرفة غرفة، مكررا أن خاشقجي ليس هنا، مبرئا ذمة الرياض من دم خاشقجي، مؤكدا أن حكومة المملكة قلقة على حياة ابنها جمال. السلطات التركية أكدت أيضا أن 14 شخصا سعوديا دخلوا تركيا وتوجهوا مباشرة إلى القنصلية في الوقت الذي كان فيه خاشقجي داخلها، ثم قضوا فيها ساعات فقط ليغادروها نحو المطار ثم إلى خارج تركيا. السلطات أكدت أيضا فرضية نقل جثمان خاشقجي داخل سيارات مغطاة غادر بها المسؤولون السعوديون. وإذا تأكدت فرضية القتل العمد فستجد أنقرة نفسها في موقف حرج جدا، وربما تدخل العلاقات التركية السعودية منعرجا خطيرا يؤزم العلاقات المتأزمة سلفا. فبالنسبة لأنقرة، قتل خاشقجي على أراضيها يعتبر تعديا سافرا على السيادة التركية. نفى مصدر مسؤول في القنصلية العامة السعودية في إسطنبول تقريرا لرويترز نقل عن مصادر تركية قولها إنها تعتقد أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية. وشكك المصدر في أن تكون هذه التصريحات صادرة عن مسؤولين أتراك مطلعين أو مخول لهم التصريح عن الموضوع. وكشف المصدر أن وفدا أمنيا مكونا من محققين سعوديين وصلوا السبت إلى إسطنبول بناء على طلب الجانب السعودي وموافقة الجانب التركي للمشاركة في التحقيقات الخاصة باختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي. أحب أن أؤكد أنه المواطن جمال غير موجود في القنصلية ولا في المملكة العربية السعودية، والقنصلية والسفارة تبذل جهود للبحث عنه، ونشعر حنا بقلق أزاء هذه القضية. وللمزيد على الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول مراسلنا أحمد غنام. أحمد، الكل ينتظر الإعلان الرسمي التركي حول هذه الحادثة، هل من جديد؟ بالفعل سرمد، الجميع هنا بانتظار هذه البيانات الرسمية أو الإعلان الرسمي من الجانب التركي أو من الجانب السعودي، فكلا الجانبين حتى هذه اللحظة يكتنف تصريحاتهم الغموض. فحتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأكيدات من الجانب التركي وبشكل رسمي، إنما هناك فقط تقرير من رويترز يؤكد أن نقلا عن مصادر أمنية تركية بأن جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية وفيما بعد نقل جثمانه إلى خارج مبنى القنصلية، بينما الجانب السعودي ينفي هذه الرواية ويقول لا يمكن أن تكون هذه التصريحات عن مسؤولين أتراك مطلعين على الموضوع أو لديهم مخولين بهذه التصريحات، ونفى مقتل خاشقجي داخل القنصلية التركية. الجانب التركي كان آخر تصريح أو بيان له هو بيان لمديرية أمن إسطنبول، حيث أكدت ليلة أمس بأن جمال خاشقجي دخل يوم الثلاثاء إلى مبنى القنصلية ولم يخرج منه حتى اللحظة.
وأن فريقا مؤلف من 15 شخصا سعوديا قدموا إلى إسطنبول عبر طائرتين، بينهم مسؤولون سعوديون توجهوا بالتزامن مع تواجد خاشقجي داخل القنصلية إلى مبنى القنصلية، ودخلوا وخرجوا من مبنى القنصلية وعادوا أدراجهم من حيث أتوا إلى البلدان التي أتوا منها. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأكيدات رسمية من الجانب التركي، نحن بانتظار إعلان أو تصريح رسمي، ربما في الساعات القليلة المقبلة سيكون هناك تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة له مقتضبة من المعسكر الاستشاري لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، ربما يتطرق إلى هذا الموضوع. نعم. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي بيانات أيضا من القنصلية السعودية لتؤكد أو تنفي. نعم. نفى القنصل السعودي هذه الرواية. من إسطنبول مراسلنا أحمد غنام، شكرا جزيلا لك. وللمزيد ينضم إلينا أيضا من أنقرة سيد جهد طوز، الباحث والمحلل السياسي في معهد الفكر الاستراتيجي التركي. أهلا بك معنا سيد جهد. إذا بالفعل الجميع ينتظر الإعلان الرسمي وأيضا الموقف التركي من مجمل هذه الحادثة، ما هو المتوقع من تركيا؟ قبل أن أرد على سؤالك أخي الكريم، أود أن أشير إلى بعض النقاط أعتقد مهمة. هذه النقط، النقطة الأولى، كل المسؤولية ما يتعلق بسيد خاشقجي على المملكة العربية السعودية، لأن كل مؤشرات تؤكد أن جمال خاشقجي بعدما دخل إلى القنصلية لم يخرج أبدا. وهناك أيضا معلومات أعتقد هي مهمة أيضا، لأن يوم 28 شهر ماضي جمال خاشقجي يذهب إلى قنصلية المملكة العربية السعودية لدى الإسطنبول لإجراءات بعض الأمور ما يتعلق بترتيبات زواجها، والسلطات في قنصلية يقولون له أن يأتي يوم ثلاثاء، ويوم ثلاثاء ساعة واحدة يذهب إلى قنصلية لإجراءات هذه الأمور ولكن لم يخرج. أيضا هناك المعلومات أيضا بإمكاننا نقول أن مؤكدة، جاء فريقين مختلفين من دولتين مختلفتين يوم الثلاثاء إلى الإسطنبول، ودخلوا في أثناء الوجود خاشقجي في داخل القنصلية، وبعد الساعة 20 دقيقة يخرجون من القنصلية، وبعد نعم. ذلك سيجهد. لا أحد يسمع هذه المعلومات. أي شيء منه. نعم. هذه المعلومات سيجهد ذكرت في سياق هذه الأخبار، ولكن الآن نريد أن نعرف منك ما يعني أثر تداعيات. نعم. هذا على العلاقات التركية السعودية باختصار لو سمحت. فيما يتعلق بسؤالكم أخي الكريم، بالتأكيد أن هذه عملية ليس عملية بين المملكة العربية السعودية وبين خاشقجي، وإنما عملية ضد تركيا بمعنى الكلمة، وسلطات تركية تتابعون أمر بإدراك هذه النقطة. هذه النقطة أنا برأيي مهمة. وبما يتعلق بالصحة، الأخبار هذه كلها اليوم قبيل المساء، سيد رجب طيب أردوغان بعد انتهاء الاجتماع مع النواب تبع الحزب العدالة والتنمية سيلقي كلمة وسيتطرق إلى تفاصيل هذه النقطة، ولكن بالتأكيد سيؤثر أثرا سلبيا على علاقات بين تركيا يعني إذا ثبت السعودية دليل سابقا. إذا ثبت بالدليل وبالدليل أنه فعلا قتل، وأيضا يعني الإعلان الرسمي التركي كان بالفعل يؤيد هذه الرواية، بالتالي ما هو الموقف التركي المتوقع؟ ما هو المتوقع من تركيا إذا ثبت فعلا قتل السيد جمال خاشقجي في داخل القنصلية؟ بالتأكيد التفاصيل كلها موجودة لدى السلطات التركية، وبما يخص بموقف تركيا تجاه هذا الموضوع بالتأكيد ستكون بعض الإجراءات، نقول بإمكاننا نقول إجراءات سياسية ودبلوماسية ضد هذه الحملة اللي قامت بها المملكة العربية السعودية بالداخل تركيا، لأن المملكة العربية السعودية سابقا لم تبلغ أي شيء عن خاشقجي إلى السلطات التركية، وما كان أي البحث عن
القاشقجي سواء كان من طرف السلطات من المملكة العربية السعودية وأيضا سواء كان من طرف أي جهات أخرى. ولذلك رغم ذلك إذا تم هذا في داخل تركيا نفهم بشكل واضح أن موضوع أكبر من موضوع جمال قاشقجي، وإنما موضوع الجزء من الحملات الأخيرة التي تقوم بها كثير من الدول من ضمن هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية ضد تركيا. ولذلك تركيا ستأخذ إجراءات شاملة فيما يتعلق بهذا الموضوع. لأن الجميع يعرف أن قاشقجي ما كان معارضة لسلطات المملكة العربية السعودية فقط، وإنما كان معارضة لشخصية ترامب أيضا وأيضا للإمارات. والنقطة الثانية، بكرة أيضا سنرى كثير من التفاصيل فيما يتعلق بهذا الموضوع في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. من أنقرة سيد جهاد طوز الباحث والمحلل السياسي في معهد الفكر الاستراتيجي التركي، شكرا جزيلا لك. هذا ويعد الصحفي السعودي جمال خاشقجي من أبرز الوجوه الإعلامية في المملكة العربية السعودية، إذ عمل في العديد من صحفها وقنواتها التلفزيونية، والتي كان آخرها ترأسه قناة العرب الإخبارية التي لم ترى النور سوى ساعات. موالاة للقيادة ثم انتقادها، معارضة فمنفى ثم اختفاء. تلك هي مسيرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي مع سلطات المملكة قبل إعلان الأمن التركي مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول. ولد خاشقجي في العام 1958 بالمدينة المنورة، درس الصحافة في جامعة أنديانا الأمريكية ليبدأ مسيرته وهو في 19 من عمره، حيث عمل مراسلا لصحيفة سعودي جازيت الناطقة بالإنجليزية، ثم مراسلا لصحيفتي الشرق الأوسط ويومية الحياة السعوديتين. غطى خاشقجي خلال مسيرته أحداثا عربية وعالمية، أهمها أحداث أفغانستان وحرب الخليج الأولى وأحداث الجزائر ولبنان والسودان والكويت وغيرها. في العام 2004 عين رئيسا لتحرير صحيفة الوطن، لكنه أقيل من منصبه بعد 52 يوما فقط، ثم عاد إلى رئاسة تحريرها من 2007 إلى 2010. عمل أيضا مستشارا إعلاميا لوزير الخارجية السعودي الأسبق الأمير تركي الفيصل، كما عمل أيضا مع الأمير الوليد بن طلال الذي اختاره لمنصب المدير العام لقناة العرب التلفزيونية التي ظهرت واختفت في ساعتين. بدأت مشاكل خاشقجي مع البلاط السعودي مع تولي محمد بن سلمان ولاية العهد في المملكة، فعارض حصار قطر ورفض تأييد الحرب في اليمن، كما انتقد النهج الاستثماري الجديد للمملكة. فرد بن سلمان بإغلاق حسابات خاشقجي على تويتر ومنعه من الكتابة في يومية الحياة. وليجنب نفسه الاعتقال، غادر خاشقجي السعودية نحو الولايات المتحدة، حيث اختار المنفى الطوعي مطلقا عهدا جديدا من المعارضة لسياسات بن سلمان، وصلت حد وصفها بفترة ترهيب وقمع واعتقالات، فكان رد السعودية على الانتقاد قاسيا.